صحيح صغير خصني نقول لك في الاول قبل ما ننسى. واخا دائما كتعطيو الحوت بحال دابا الفرخه ولا السنور وديك الشيء ما كيعرفوش الناس الشمال شنو هو. اييه حنا كنقولوا له هنايا الغرنك. الغرنك الغرنك هو السنور ولا الفرخ؟ هو الفرخ. اييه الغرنك الغرنك. والقرب هو النخار. حنا القرب حنا كنقولوا له هنايا النخار. النخار النخار صافي لاله غير باش نبقاو نحددوا سميتو الانواع ديال الحوت حتى الناس في الشمال. نقولوها وكنتصل وما كنهبطليش التليفون باش نعطيكم. نعم مرحبا بك. نبداو هاد الطبق ديالنا اليوم. واخا عندنا الدجاج مقطع رقيق. الدجاج مقطع رقيق. بصله كبيره بيضاء. بصله كبيره بيضاء. فلفله ملونه حمراء خضراء صفراء. ثلاثه ثلاثه ايه. فلفله حمراء خضراء صفراء. عندنا الفقيع ابيض وكحل اسود. شامبينيون. شامبينيون ايه. الابيض والاسود ايه. عندنا النشا جوج المعالق كبار. يواجه الفقاع شحال غنديروا ولا لا رحيم؟ نديروا هذيك البواطه اللي كنشريو فيها 125 غرام. هي جوج بواطات. لا نديروا قد قد نديروا قد البيض قد الكحل. اذا النصف هذه والنصف هذه. اذا جهد بواطه. لا بواطه من هكذا وبواطه هكذا. لا واذا كان الاخر ما كاينش في البواطه خلاص نعملوا تقريبا ديك 100 غرام ولا قد الاخر 125. هو 100 غرام حتى 125 كان. نعم لاله. غادي نعملوا النشا وطلق جوج معالق كبار. النشا جوج معالق كبار. نص حامضه معصره. نص حامضه معصره. جوج مربعات ديال السكر. جوج مربعات سكر. المعدنوس. جوج مربعات سكر ديال القهوه ولا ديال اتاي؟ لا ديال القهوه صافي. اتاي غادينا داكشي حلو بزاف. واخا لاله انا معاك. ايوا سكينجبير طري. سكينجبير طري شحال؟ مش انا قلت نديرو طريف محكوك. واخا واحد شويه ديال السكينجبير غبره. واخا نديرو نص معلقه؟ صافي نص معلقه غنديرو تقريبا من كل شيء. اييه سكينجبير غبره. جوج دروس ديال الثومه. جوج ثومه. تحميره غادي نديرو معلقه. تحميره معلقه صغيره. الملحه والابزار. ملح ابزار. الابزار نديرو نص معلقه وداك الكوري الحار نعملو نص معلقه. معلقه. الصوجه طايله كل واحد يعمل على حسب الرغبه. الصوجه. ايه. الصوجه طايله ماشي داك الخفيفه يعمل كل واحد على حسب الرغبه ديالو. واخا الصوجه ثقيله حسب الرغبه. كاين الرز اولا لي بات لي بغيتي. نديرو لي بات حسن. وانا درت بالرز جات زوينه عاوتاني ولكن بلي بات ما كليتهاش باش نقول لك. واخا نمشيو اللي مجربه يكون احسن باش نكونوا على بينه. يلاه هلال. صافي كاينه واحد لاصوص ديال البحره ديال بوزروك ماشي ضروريه الا كانت نعملوها ما كانتش حيت كاين المناطق اللي ما كتكونش فيهم. كتكون في الاسواق الممتازه. ايه صافي اذا سوق المحار الا كانت موجوده. الا كانت موجوده نعملوها لالا. صافي دابا الطريقه. حلو الطريقه. الطريقه غادي على عافيه مهيله. نقطعوا البصله رقيقه. نشلضوا البصله. ايه شحروها مع الزيت. شحر مع الزيت. هي ومن بعد زيد غتزيد الدجاج وثاني الا بغيتي ديرها باللحم كدار ولكن الدجاج تكون خفيفه. اذا نزيدو الدجاج. ايه وتزيد الفلفله كلها مقطعه رقيقه. الفلفله مقطعه رقيقه. وتزيد العطريه رقيقه. نديروها على الطول. فوالا نديروها على الطول. ايه هي وزيد العطريه كلها. العطريه كلها. وكاس الماء او جوج عينك ميزانك اما كاس واما جوج. ها هما. نعم نعم ها هما جوج كاسين زدناهم. من بعد كتزيد الشامبينيون. ها هو كتزيد المعدنوس. المعدنوس والسكر. السكر هي النشا. النشا وتخليها حتى تتبخر تولي هذا المريقه هذه تولي عاقده. اي حتى تبخر. اذا كتولي عاقده عاد كنزيدو الحامض. ها هو عاد الحامض. صافي هادشي دابا سالينا غنسلقو الرز. إذا عادي. اييه صافي من بعد في التقديم اللي غنساليو في التقديم ديما تعرف. سمحي لي رحيمو نرجعو للرز ما عطيناش شحال ديال الرز نقدروا الرز غادي نقول لك من 6 كيلو.
نص كيلو على حسب ديك الدجاجه اللي عندنا. من كاكو انت ملي غتبغي تحطي لا شط خلي شويه ما بقاش راه ما غاديش يتشي. ان شاء الله. اذا 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 غنسلقوا الرز ياك الرز كيتسلى بداك شويه د المليحه وقطرات زيت ولا زبده باش ما يلصقش هذاك يكون الرز زوين. صافي من بعد صافي دابا جات الطريقه ديال التقديم انت تعرف بغيتي تقدمه جماعي ولا فردي. يعني نقدموه جماعي حنايا معروفين بيدينا كمان كيكونوا في المائده نقدموه جماعي. جماعي غتعمل الرز في الطبق ديال التقديم وتحط فوق منه هاد لاصوص. اييه وديك تجي وجات ودوك القطيعات ديال الدجاج والفلفله والشامبينيون. نعم؟ والشامبينيون والفلفله. كلشي كتجي لاصوص فوق من الرز. ولا بغيتي تقدم فردي كتحط الرز بوحدو ولاصوص بوحده وكل واحد كيرفد قياسه. دابا عاد فهمتك فردي كتحطي جوج ديال. كل واحد بوحدو. كل واحد يدير قياسه. هذاك الشيء كتحط الرز وتحط هذيك لاصوص كل واحد كيرفد اللي بغا. هذاك الشيء صافي له بالصحه والراحه. لا شكرا لاله رحيم وعندك شي حاجه اخرى تبغي تعطيها لينا؟ لا عندي واحد الفلون زويون وساهل. فلون. ديال الدار كتصاوبوا في الدار. مرحبا. ناخذوا المقادير. أربعة البيضات. أربعة البيضات. قشرة الحامض. قشرة حامض. نص لتر الحليب. نص لتر حليب. 200 غرام السكر. 100 غرام سنيدة. صافي. دابا نعملوا الطريقة. الطريقة. أول حاجة غتعمل بعدا الكراميل في المول. نصايبوا الكراميل ديالنا ياك. انا كنت عطيت واحد المره واحد الكراميل وكل شيء عجبه وكل شيء كيبغي وصعصوني عليه وكل شيء. عطيه لينا عاوتاني يلا. عطيه لك؟ يلا سير. تنسالي ولا نعطيه لك؟ دابا باش ناخذوا الكراميل يمشي مع الفلو. واخا لا واخا. الكراميل. عندك كيلو السكر. كيلو سنيده. أربعة المعالق د الخل. أربعة معالق خل كبار. كبار. أييه. كاس ديال الماء. كاس ديال الماء علبة. اييه كاس او نص كاس على حسب باش تعمل يذوب داك السكر وصافي. اييه ونص لتر د الماء هذا بوحدو. نص لتر د الماء تخليه بوحدو. واخا لالا الطريقه. تاخذ الكسرونه وداك الشيء تعمل فيها داك كيلو د السكر وتزيد ديك نص كاس د الماء زائد نص كاس ماء. اييه وتخليه يولي بحال بحال اللي يولي كراميل داك كيلو د السكر كامل و وداك نص كاس الماء. اييه سيرو ثقيل. اييه يولي بحال العسل تقريبا. يقول لك عقلك غادي تحرق. واخا صافي. اييه دابا نتبع غير عقلي غايقول لي واش غيتحرق ولا لا. واخا لالا زيد عليه ديك المعالق ديال الخل زائد معالق خل. اييه وهذاك نص لترو ديال الماء. نص لتر ديال الماء وفوق العافيه غتخوي داك الخل والماء فوق العافيه. صافي لا انا معاكي. وتخليه يطيب 10 دقائق. اذا 10 بالحساب 10 دقائق بالحساب. صافي. اييه واخا تشوفوا عمل لك داك تروفا بويض او شي حاجه ما تهديش عرف باللي راه هو زاد ما تخافش منه او شي حاجه. المهم نعطيو 10 ديال الدقائق ديالنا. صافي وخليه يبرد وهالكراميل ديالك كيبقى لك حتى العام وكثر ما كيخطر ما كيوقع له والو. وكميه كبيره هذه ديال الكراميل. كيجيو جوج قراعي. واخا اذا احنا خدينا الكراميل ديالنا كتخوي شويه في المول ديك الكراميل اللي كتخويه في المول وداك الشيء كتغلي الحليب. واخا بشويه عليا انا واخا نخويو شويه ديال الكراميل في المول. اييه وتعمل وتغلي الحليب مع القشره د الحامض. نغليو قبل الحليب مع القشره ديال الحامض والسكر زائد السكر اللي عطينا في الاول. 100 غرام ديال السنيده. اذا البيض عاوتاني غيتخدم بوحدو بوحدو. وغادي تزيديه بشويه وشويه على الحليب السخون. اييه كنا نزلتي داك الحليب اللي غلى من فوق العافيه. اييه ونزيدو على هذا الحليب والسكر اللي عطيتينا والحامض. وديك القشيره الحامض. الحليب وداك الحامض. والسكر. اييه بعد غادي تصفيه في الماء. اذا نزيدوه فوق الكراميل. إيه. مع الصفايه غادي غيزول داك الشيء اللي ديك القشيره الحامض تماما شي شوائب ولا شي حاجه. من بعد غادي تغطيه بداك الكاغيط اللي ما كيدوزلوش الماء وحط بيرميابل كيقولوا. اييه هي كاين. اييه وتربطوا بالخيط ديال الكوزينه. انا الاكثريه كنعمل في داك المول اللي مشرف وغارق شويه ومشرف. اييه عرفتو. عرفتي. من بعد كتعمل داك كتعمل الكوكوط في هذيك الشبيكه ديالها او السطيله ديالها ولا اللي كان. اييه كتخوي الماء وتعمل في وسطو هذا المول.
اييه وتخليه يطيب في الكوكوت مشدوده 12 دقيقه 12 دقيقه اييه صافي. من بعد كتطفي ملي كتطفي الكوكوت على 12 دقيقه كتخليه يبرد جوج او ثلاثه ساعات جوج ثلاثه ساعات يبرد. من بعد كتخوي في الطبسيل ديال التقديم وبالصحه والراحه. يعطيك الصحه هذيك الصحة على هذا الفلو وعلى هذا الروز بالدجاج والفلفل والشامبينيون ولالا رحيمو دائما كتصلي بينا وكيتعذر عليك انا كيتواصلي معنا واليوم هانتي معنا شكرا لك على شي حويجه ولا صافي ايوا تكوني معنا غدا من 11 ل 12 ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هانتي معنا.